إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّ قُلُوبَنَا لَتَحْزَنُ وَإِنَّ عُيُونَنَا لَتَدْمَعُ وَإِنَّ عَلَى فِرَاقِكَ يَا صَبَاحُ لَمَحْزُونٌ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ آجِرْنَا فِي مُصِيبَتِنَا وَأَخْلِفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ مَثْوَاهُ وَطَيِّبْ ثَرَاهُ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ مُسْتَقَرَّهُ وَمَثْوَاهُ اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وألهمه حسن الجواب أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون.